الذي كنا نتحدث عنه الذي جاهر كما قال دكتور ناجي بقبر القضية الفلسطينية، ومشروع بايدن الحالي الذي يبدو أنه إلى حد ما نجح في تحويل القضية من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي عربي. هو الشيء اللي تفضل فيه الدكتور صحيح، ما يمكن إضافته هو ما يلي: الرئيس ترامب استفاد أو الصهاينة من وراه استفادوا من الثلاث عوامل الأساسية. أولا حالة الضعف العربي خاصة منذ 2011، نعم. يعني تحريك الشارع العربي، ونعرف الآن بأن الربيع العربي يعني مصطنع وتم يعني فبركته، هذا يعني لم تتضرر القضية الفلسطينية مثل ما تضررت بعد 2011، لأن أصبحت يعني قضية في آخر يعني أجندات السياسات العربية. نعم. نعم. الجانب الثاني الذي استفاد منه ترامب وهو الوضع الداخلي الفلسطيني، هناك خلافات فلسطينية ويعني ضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية إلى وصول احتقان قوي ما بين الضفة وقطاع غزة، هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة وهو درجة التواطؤ العربي. تعرف بأنه كان في كل المراحل تاع الصراع العربي الإسرائيلي كان فيه محورين، كان فيه محور نتاع النظم التقدمية اللي كانت فيها الجزائر وكانت ليبيا يعني وكانت فيه يعني اليمن وكان فيه يعني النظم الرجعية، النظم العربية، النظم الخليجية الملكية. هذه النظم الملكية يعني التاريخ بيّن لنا بأنه الفيصل ابن الملك حسين كان مع زعيم الصهيونية منذ اللحظات الأولى، بل أن إعلان بولفور موقع عليه يعني مكتوب فيه. قبل الخوض في هذه النقاط بالتفصيل، أنت ذكرت دكتور محمد خوجة عدة عناصر ساهمت ربما في تسريع هذا الوضع قبل الخوض في كل نقطة من هذه النقاط. دعني أسألك هنا، لو خرجنا من المحيط الدولي للقضية الفلسطينية إلى المحيط الأقليمي، هل ترى أن التطبيع العربي أثر على القضية الفلسطينية؟ ما في ذلك شك. من أي زاوية؟ التطبيع العربي يعني أثر على القضية الفلسطينية بالشكل التالي، يعني بدل ما يكون يعني في كل المفاوضات وفي كل يعني على حساب قرارات مجلس الأمن يعني طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني، أصبح هناك متعدد الأطراف. الإمارات دخلت على الصف، والسعودية دخلت على الصف، والأطراف الأخرى. الجانب الثاني أن التطبيع يؤدي إلى يعني القضية الفلسطينية أصبحت ثر إرث عربي مشترك، ولكن في الجانب السلبي وليس الجانب الإيجابي. الجانب الآخر، التطبيع يؤدي إلى يعني انتشار المشروع الصهيوني داخل الجسم العربي، ويعني وفك العزلة الشعبية، لأنه أخطر يعني الذي يهدد الصهيونية في بالنسبة إليها هو ليس الأنظمة، هو يعني الشعوب. التطبيع هو الذي يسهل للمشروع الصهيوني بالانتشار وبيعني التفكيك والغوص داخل هذه المجتمعات. الجانب الثالث وهو أنه التطبيع يضعف الطرف الفلسطيني في التفاوض، لأنه الشرط الذي وضعه مبادرة الملك عبد الله في 2002 في القمة العربية، وهو السلام مقابل يعني السلام سلام النظم العربية مع الكيان الصهيوني، مقابل يعني حل يعني مقابل الدولة الفلسطينية، حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين. لكن بعد التطبيع يعني لا تحتاج إسرائيل إلى هذا يعني هذا المشروع، لا تحتاج إلى هذا المبادرة العربية. وتلاحظ بأنه إسرائيل في كل مرة تلتف مع كل مجهود عربي للسلام مع إسرائيل، وكل القرارات اللي صدرت على الأمم المتحدة على الرغم من أنها مجحفة وعلى الرغم من أنها بما فيها القرار 242 يعني من النقاط الغامضة اللي موجودة فيها، دائما كانت إسرائيل تلتف وتراهن عامل الوقت، زائد أنها كذلك يعني أصبح الآن الفلسطينيين لا يواجهون فقط الفلسطيني الصهيونية، بل يواجهون التواطؤ النظم العربية، وهذا ما هو أخطر. يعني لم يكفي الفلسطينيين. نعم. دكتور إذا كان سمحت لي فقط